السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم السبت 25 من شهر سبتمبر 2021. إذا نبدأ بالفترة الصباحية، حيث نتوقع لبعض الأمطار ولو أنها خفيفة، ستشمل مستغانم، وهران، عينتي وشنت وتلمسان، ستكون على شكل زاخات نتيجة سحب كثيفة عابرة. تبقى الأجواء قليلة الغيوم على المناطق الغربية الداخلية ومنطقة الصورة والمناطق الجنوبية الغربية، لتكون الأجواء صحو ومشمسة على أغلب المناطق الجزائرية الأخرى. في الفترة المسائية إلى الليل نتوقع لعودة بعض الأمطار، ستميز تلمسان وشمال ولاية عامة، وتبقى الأجواء غائمة كليا على المناطق الغربية الوسطى والشرقية، شمال الصحراء والواحات ومنطقة الصورة ووسط الصحراء. تبقى الأجواء صحو ومشمسة على المناطق الجنوبية الشرقية ومرتفعات الهجر وتصلي إلى غاية أقصى الجنوب. نذكر متابعينا على السريع بدرجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم السبت، أين سنسجل ارتفاع في درجات الحرارة. سنسجل ما بين 42 إلى 43 درجة على المناطق الصحراوية، ما بين 37 إلى 40 درجة من منطقة الصور لغاية شمال الصحراء والواحات. المناطق الشرقية الداخلية الوسطى سترتفع في درجة الحرارة وتقارب 40 درجة، ما بين 32 إلى 38 إلى ما يقارب 40 درجة على المناطق الشرقية الداخلية. السواحل الشرقية والسواحل الوسطى ما بين 28 إلى ما يقارب 37 درجة، خاصة أقصى الشرق الجزائري. المناطق الغربية ما بين 25 إلى 26 درجة على السواحل الغربية. أما المناطق الغربية الداخلية سنسجل ما بين 27 إلى ما يقارب 33 درجة. تحية طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.